بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن أقسام الدعاء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عندك بو درس تسلب لهم برجالي ده دعاء نين معنى حقده بولاده ودعاء نقسم لها حقده بولاده. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء طلب. دعاء أصل إيك قسمين بولاده بولنده برينس دعاء مسألة، يعني تلب لن سرش لك دعاسي. كنسي دعاء عبادة، إبارة لن قلنا ديان دعاء. دعاء العبادة صرف الغير للشرك أكبر، من صلى صام حج لغير الله، ركع لغير الله، طاف بالقبور مثلا، هذا شرك أكبر. بس قلت كان حرب الإبادة، نماز، زكاة، حج، بلار حماس الدعاء، حماس الدعاء بلارم دعاء كرادة. أجر شندن بر قسمنا Allah'tan başka yakın ne diyen bosa, insan dilinden çıkıp giderek. Naam. الثاني دعاء مسألة، دعاء طلب، ينقسم إلى قسمين. İkinci kısım dua deyilgende, şun yaşlı bir duaçımız gerek ki dua ibaret, ikincisi dua mesele. Yani til bilen sorulan dua. Yani çakırık. Bu hem ikiye bölünüp giderek yani şeriatta. Dua talep fima la yakdir aleyh illallah. Lev tatlub min mahluk شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك الأكبر. كان يطلب مثلا من أصحاب القبور إنزال الغيث أو الولد، هذا لا يقدر عليه وهو حي، فما بالك وهو ميت، فهذا الشرك أكبر. دعاء إكي خسن قبلنا ده برينس الله تعالى قادر بجان نرسلرنا الله دان سورة ميدي جان بوسا الله دان غيري يعني الله دان وزين سورة ميدي جان بوسا بو ديننا شكيت هذا مثلا ölüden bala verdi dediğim bosa, günahlarımı keçir dediğim bosa. Ben de şunu deyiz havallarını Allah'dan özgüge kıradığım bosa dinden çıkıyor adam. El kısmı الثاني en natlub minel mahluk şey'en yakdir aleyh. Fahal yasih hâda avla. Şimdi ikinci dua mesele, yani til bilen kıradığım duanı, yani çakarını. İkinci kısmı şu ki, mahluk مخلوق قدرته ده بوجه نرسانة مخلوقتن سورسك شو جائز مم جائز مسمى يصح بشروط أربعة إنسان مخلوقتن مخلوق دعاء قلشلك يعني يردم سورشلك وانجي التجاء قلشلك أجر انه قدرته برادك بس فقط ترت شرط بن جائز نعم أن يكون هذا الطلب من حي لا من ميت شو طلب قلتك يعني سورتك يعني دعاء قلتك يعني نرسيس برينسي شو إنسان برينسي تريك بولش كده الثاني أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب، يعني موجود عندنا هنا لا غائب في الهند مثلا. وشو سوريات كان عدم يستريك بولو بكين شرطه شو بدان بري قريد ده و شو يرد حاضر بولوش كيريك هندستان دماز باكستان دماز شو يرد بولوش كيريك سيزي إشت بروش كيريك كرب بروش كيريك أن يكون من قادر لا من عاجز، فلو طلبنا من عاجز إنسان مشلول تقول له مثلا أعطيني كاسة ماء، كيف يعطيك هذا؟ Üçüncü şartı o şey insan o şey nersiye kadir buluş gerek. Yani mesela için şel buluyor etken bursa kanı yönden soruyorsunuz. Kadir buluş gerek, küçük buluş gerek, kudreti buluş gerek. Şunu kılıç şu. أن أعتقد أنه سبب والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. Dördüncü şartı onu fakat sebep de bir etkak kılışımız gerek. Çünkü yaşlılık ne etkisi uçuşu ve yamanlık ne etkisi uçuşu fakat Allah'dır. Bu insan demez. İnsan fakat sevaptır. Meneş Türk de şart buluş gerek. Naam. Annas inkasamu fil i'tikad, fil esbab ila thalâfeti aksam. Yani dördüncü şartı bu. O şey insanın sevaptır, itikad buluşumuz gerekti. Çünkü şey Hazretleri bir yerde o şey sebep hakkında hem az yine söz yürgezi yaptılar, etepler ki sebep hakkında hem insanlar bir neçe kısımda bölünüp geçişken. Sahih ve şirk-i akbar ve şirk-i asgar. İnsanlar şunu da itikadke bölünüp geçişken ki sebepleri hakkında. Birincisi itikadları doğru bugün, sahih bugün insanlar birincisi sebep barasıdır. İkincisi kiçkine şirk kıletkenler, üçüncüsü katta şirk kıletkenlerin var. Sebep hakkında, sebep barasıdır. As-sahih huwa an i'taqid ve ec'al ma ce'al Allah subhanahu wa ta'ala sebep sebebe. Fallah subhanahu wa ta'ala ce'alana esbab hissiyye كالدواء وشرعية كالرقى الشرعية لديها أمر ألم في البطن أخذ شيء من الدواء أو أخذ شيء من عشاب وشرب أو أخذ يقرأ على بطنه الفاتحة هذا سبب الثاني سبب
شرعي والأول سبب حسي. فإذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه فهذا صحيح. نعم. برنسس توريت خط بقولك شو شنو إنسانلر كي بلا الله تعالى سبب قيان نرسلر ده ولا سبب إتخاذ خلاص هذا. الله تعالى حقت بزقين يخل سبب تبرده. برنسس شرعي سبب، ikincisi حسي سبب. شرعي سبب مثلا برونه باش آوری دیگه می‌باشد. اگه مثلاً کمی بیخزور بود دیگه می‌باشد. اوزی که دم سلام داره، رقیه اوقیده، فتح خان اوقیده، معوضت لرده اوقیده. شو بله اوزی که دم ورسه، الله نزد بله شخات آباده. باش آوری دیگه می‌باشد. شو بله برگریده، دوا ایچاده، اسپری ایچاورده. شو بله اونا دیمه الله تعالی شخا بیرده. دیمه بولر هم مثلاً شریعت جایز بگن. سبب لر و شلرده سبب دب اتقاد کردشلیق. و من اشلرده الله تعالی طرفدن بلگن سبب لرده اشلتشلیق. بو توري اتخذ بلاده. بعض الناس يجعل على البيوت على السيارات على الأولاد أشياء منها رأس الثور مثلا. نعم. بعض insanlar var ki bunlar özlerine üylerde ya ki mesela makinelerde minibiradigan bazı bir narsalarda ilu alışadı. Mesela bir hukuzlu şahı bolsun, içkinin şahı bolsun. Asad. Ya ki mesela bir şiirde bir hayvanda suyagi samak ya hud yoki bo'lsa bir balalar deb olishadi yoki bo'lsa bir kitni masalan dumini kaf yoki bo'lsa bir insonda qo'lini peshta panjasini ayn yoki bo'lsa ko'z deyilib qo'yishadi xaraz zarqa ko'z minchoqlar ko'p ko'z minchoqlar na'l qadima eski bir payobzallar hafir al faras ot taqasini deyilib qo'yishadi ba'd al khirab بعض بر ماتریال لرده یرت طرب ایلوال شده بایل پویش شده بعض الاشجار و بعض بر درخت لر بولش ممکن وصل می در بولش ممکن اسر قوشش بعض القطع من الحيوانات و این حیوان لرده اولین حیوان لرده بعض بر لرده جسد لره جسم لر بولش ممکن بعض الاشجار من البحر و دنگز دالینگن بعض بر تاش لر بولش ممکن بعض بر نرسلر إذا يعتقد أنها أسباب اللي دفع عين هذا الشرك أصغر. أجر مناشون أرسلت إلى والجام آدم. أول سكي مناشون أرسلت بلا آدم بز خلاص قلادة. شو لرجع سبب بلادة دب إيه تخط تجمع بس؟ بو كشينا شرك بلاد. شرك كشينا سبب بلاد ماش. وإذا يعتقد أن الله أنها هي مؤثرة بذاتها وهي التي تدفع الجن والشياطين لله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك الأكبر. و اگر شو انسان شو نسل‌هایی ایلوگان انسان ویدا کویگان انسان سبب بس بلکیم شلرده اوزه بالالردن خلاص کرده بالالردن دفع کرده سه بو انسان کاتش شرکت چکن براده اسلام ملتدن چکت کن براده نعم ايضا عندنا الخوف على ثلاثه اقسام شو بلم برگید بس شما بیش مسکیره که اند قرقنش خوف چه قسمی که بلنده خوف لا يمكن أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قرقون شن ده ترباركي بو قرقو فقط كنا الله تعالى دم بولش كيرك. وهو خوف العبادة. أجر شو خوف يعني قرقش الله تعالى باش قلنا ديجان بس بشرك بلاده وبو قرقشنا معناه خوف العبادة يعني عبادة قرقن جذب أتلنا ده. يعني الآن أنت تعبد الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء تخاف. وترجو رحمة الله سبحانه تخاف من العذاب وترجو رحمة الله ولهذا تعبد الله سبحانه. إذا بنمثال شو نبرزك هي بس خندي الله تعالى قرقة مزسة مسلمان كشيء شو ديك هي الله تعالى دان قرقة بترك إبادة هذا. çünkü إبادة خمسة الله أزب لا شو ممكن وشو بلن برجلك ده الله تعالى نه رحمة جا أجر جا سوابق أمد خبرك إبادة هذا. منا شو إبادة قرقة برده. وتخاف من الله لأنك تعظم الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بأحد في دين الله. مرة ثانية. تخاف من الله لأنك تعظم الله ولا تبالي بأحد في دين الله. الله تعالى قرقش مزين حقيقة شو براده كي الله تعالى أنا ألوغلاش ليك براده والله تعالى باشا هيج ميكوني برميمس. نعم وتخاف من الله حتى ولو كنت وحدك لأنه يعلم السر وأخفى. الله تعالى قرقش مزكيرك أجر بز يالغز قيام بسيام. چونکی الله هر پیت بز احوالمون بیلی بتره کرد بتره صرف هذا الخوف لغير الله شرك اكبر منشون دی قرقش نه و منشون دی قرقنش بلن الله تام باش کنرسه نرسه دن قرصی منشون قرقش بلن
Demek bu katta şirk burada ve İslam milletten çıkıp gitken burada insan. القسم الثاني من الخوف خوف طبيعي، نخاف من اللصوص، من قطاع الطريق، تخاف من النار، تخاف من الأسد مثلا. قرقون ikinci türü şu ki bu tabii korkunç. Tabii korkunç yani bu Allah özü insanı garizli yaratıp koygan. Mesela insan alodan korkadı, yırtıcı hayvanlardan korkadı. Bu korkunçlar ya ki olsam tepelikten korkadı. Bu tabii korkunç. Bu bunga insan günahkar bo'lmaydi. أيضا عندنا خوف محرم وهو طاعة المخلوق في معصية الخالق. وقرقش نشنش ترش فيكي. بو الله تعالى من معصية قرش ليك ده مخلوق تام قرقش ليك. نماز أقوم هذا قرق بو أقوم يقول هذا. شو نقول خشش؟ نعم عندنا ذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا كينج يعني بو أنت أتلت كم هم مسلر بإبرات لهم تره. İbaratlar da hamas tur Allah ki buluş gerek. Ve şey getirdiler ki kiinge ibaratın turu bu zebh yani kurbanlık kılıçlık. Nعم. El evvel zebh lillah. Mithel el hadi ve el adahi ve el aqiqa ve sadaqat. Ve zebhler hem kurbanlıklar hem üç kısım bir neçik kısım gibi bulunadı. Birincisi Allah Teala ki kılınadigen zebh yani kurbanlıklar. Bunlar şu hayat külleri kurbanlık kılıçlık ve nazarlar bunlar Allah'ın özüye yine buluş gerek. الثاني الذبح لغير الله محبة وتعظيما كالذبح للجن أصحاب القبور هذا شرك أكبر. إكنت ذبحنا يعني قربان لي إكنت شتر أجر بر إنسان الله تعالى دم باشقة نرسلك قربان لك لذي جنب بس وشرط شو كي أجر هو ولولر طرب شو كي يقوم بولش مقصده ده وشلر دي يخش كرب طرب شلر كي أتجه أتب طرب قربان لك سويا دي جنب بس بكتب تشرك بولتو يعني. الثالث ذبح جائز يذبح حتى يأكل يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم قربان ليدو چونش ترشو كي بو جائز بغا شريعة تروسة بيليان مثلا قصب سويب ترب قشت تده شو بدن برغا تريشلي قرادي يعني كما مثلا مهمان كيلده قوي سويلده بو ديمك جائز بغا لغي جائز بغا قربان لغي يعني قربان لغي مو شخصي قبل لغي برنس إبارت ikincisi şirk, üçüncüsü demek caiz bu yani. Ne? الخلاصه ان العبادات كلها لله لا يمكن ان تصرف لغير الله. Bu misallar dikeltirişimizden hulasayı kelam şu oldu ki ibadetlerin hepsi Allah için buluş gerek. Vallahu alem. Allah yaşar abilerim.